اليوم واكبتم على الندوة الصحفية اللي انعقدت مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة بأكادير دوتنان في سبيل تقديم واحد العرض مفصل حول الإجراءات والآليات ديال الدخول المدرسي، وشنا هي الإشكالات وشنا هي الإكراهات وشنا هي سبل المعالجة إلى غير ذلك. تطرقنا للملفات الكبيرة، العناوين الكبيرة اللي كتتعلق أولا بملف ديال البنايات، الإحداثات، العرض التربوي الغني اللي عرفته المديرية الإقليمية اللي كينهز الملايير، هذا لا في إطار الميزانية ديال الأكاديمية الجهوية ولا في إطار الميزانية ديال الشركاء بالنسبة للإف دي إير ولا البي دي إي، اللي ناهز تقريبا بين سنتين واحد 28 مشروع، فيها بين 15 حتى 16 مشروع اللي فتحت الابواب ديالها غير هذه السنه، و10 مشاريع ان شاء الله غتفتح السنه الماضيه، خصوصا على مستوى السنه المقبله ان شاء الله. ايضا توقفنا ايضا عن حجم المشاريع على مستوى الدرارقه، وحنا كنعرفوا الاشكالات اللي عانات منها المؤسسات التعليميه بالدرارقه لسنين، بحيث كانت كتعرف واحد النقص كبير على مستوى العرض التربوي، واللي اشتغلنا هذه سنتين واللي اليوم ولاو كيخرجوا الحيز للوجود. هذه السنه فتحنا الاعداديه سيدي حياء، السنه الجايه ان شاء الله غادي نبادروا بفتح اربع مؤسسات تعليميه دفعه واحده، ثانويه الكتبيه، اعداديه الزهور، مدرسه المرنيسي ومدرسه الترقي ان شاء الله، وهذا مجهودات جباره ديال كل الشركاء والفاعلين. ايضا شفتوا المجهود اللي تفتح على مستوى العرض التربوي بنسرقه، وبنسرقه وحدها اللي استحوذت على واحد العدد هائل ديال المؤسسات التعليميه، انزا تقريبا ايضا حتى هي اورير الى غير ذلك. الدخول المقبل عندنا موعد مع 10 مؤسسات اللي جديده ان شاء الله، واللي هذا كله غادي عكس على الجوده، وغادي المفروض يقضي على المؤشرات اللي شفتوا مستفزه قبيله ديال الاكتظاظ. ما غاديش نعيشوا ان شاء الله السنه الجايه مؤسسات اللي فوق 42 44 الى غير ذلك. تبعتوا معنا ايضا المؤشرات ديال القضاء على الاقسام المشتركه، بحيث عاف مديريه اكادير دوتنان ودعنا نهائيا اقسام باربع مستويات بخمس بست مستويات ما بقاش كاينه. ايضا شفنا المؤشرات ديال 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 التكرار، خصوصا هنا يستوقفني التكرار على مستوى التعليم الاعدادي اللي شفتوا مؤشر اللي كبير ومستفز، بحيث التكرار قريب 24%، الى ضفنا ليه 6% ديال الفصل فعليكم ان تتخيلوا اليوم تقريبا من 1900 تلميذ اللي تفصلوا رجعنا 1800 وشي حاجه. هذا في إطار الحق الدستوري، الحق في التمدرس خصوصا في سن الإلزامية. شفنا أيضا المؤشر الإيجابي ديال التعليم الأولي اللي هو واحد من المشاريع والأوراش الاستراتيجية، بحيث بلغنا تقريبا ما يناهز واحد 72% هذه السنة، بواحد العدد ديال أكثر من 19 ألف طفل وطفلة، واللي مفروض ما يجيو يوصلني هذه السنة حتى نوصلوا واحد 22 حتى 23 ألف طفل وطفلة اللي مسجلين في مسار في التعليم الأولي إلى غير ذلك من الأوراش ومن المشاريع ذات الاهتمام، خصوصا ما يتعلق منها بالأوراش ذات الطابع الاستعجالي والمدرجة في إطار مخطط ديال خارطة الطريق 22-26. نمشوا للمحور الثالث، هو ما يتعلق بالموارد البشرية.